اليوم أقدم تحديث للشعب الأمريكي على الإجراءات الحازمة التي نتخذها بجهود مضنية لمواجهة وهزيمة كورونا فيروس كورونا. نعمل بجد وحققنا تقدما هائلا عند مقارنة ذلك مع مناطق أخرى في العالم، فيعتبر ذلك أمر لا يصدق الأخذ في الاعتبار بأننا قمنا بإغلاق الحدود والاحتياط مبكرا. فأوروبا تعد النقاط الساخنة في الوقت الحالي، وبالتالي قامت مؤخرا بإغلاق الحدود، وقد قمنا بهذا الإجراء مبكرا وكنا محظوظون في ذلك. قمنا باتخاذ إجراءات جماعية وكان لدينا العزم الوطني لمواجهة هذا التهديد، وأعلنت مساء الأربعاء مع العديد من المسؤولين في مجال الصحة عن وقف دخول جنسيات أجنبية من أوروبا على مدار 14 يوم مضت. أيضا مواطنين وأسرهم العائدون من أوروبا سوف يخضعون للفحص وللعزل لمدة 14 يوما كما أشارت منظمة الصحة العالمية. اليوم أكدت أيضا المنظمة على أن التدابير الاحترازية التي نتخذها صحيحة بنسبة 100%، وقد قمنا بذلك مبكرا. اتخذنا إجراءات أيضا فيما يتعلق بالحفاظ على الأرواح وإجراءات مع الزملاء من خلفي، قالوا بأن بالفعل من خلال هذه الإجراءات تم الحفاظ على الأرواح. وما نقوم به في الوقت الحالي في مرحلة مختلفة، نحن قمنا بالعمل في ظروف معينة وخاصة، وسيتم تطبيقها لفترة طويلة حتى نتأكد من أننا نسير في الاتجاه الصحيح. أيضا ولإطلاق قدرة الحكومة، أنا أعلن اليوم حالة الطوارئ الوطنية، هذه الكلمة الكبيرة. فهذا الإجراء الهام قد يكلف 50 مليار دولار، هذا رقم كبير وضخم للولايات وللمناطق من أجل مواجهة هذا المرض، وأيضا لأن تكون حالة الطوارئ في كل الولايات فعالة وقائمة، وأيضا أن ذلك سوف يتم أيضا تطبيق مع الشركات الكبرى وأيضا المسؤولين عن التجزئة في مختلف أنحاء العالم وأيضا شركات الأدوية. هناك الجاهزية الكبرى لتلبية الاحتياجات لدى الشعب الأمريكي، المستشفيات مشاركة في نيويورك وفي مناطق عدة تشارك بشكل كبير. تحدثت مع حكم هناك ونعمل وبقوة مع العديد من الولايات في بلدنا، ونحن نعمل على ضمان أن تكون هذه السلطات في قطاع الصحة وفي قطاع الصحة العامة تعمل بأقصى جهد لديها، وأيضا تقديم العون للأطباء وللمستشفيات والعاملين في قطاع الصحة كل المرونة اللازمة للاستجابة لهذا الفيروس، وأيضا تقديم الرعاية للمرضى، وأيضا تقديم المطلوب للسلطات لأن يقوموا بتطبيق ومواجهة التطورات. لقد تم القيام بجهد كبير مع الأطباء وأيضا القيام بالفحوصات في المستشفيات والحصول على التراخيص وأيضا المتطلبات لتقديم هذه الخدمات في الولايات في للوفاء بالاحتياجات، وأيضا تكون هناك القدرة على الوصول بشكل أساسي للمستشفيات وتوفير 25 سرير إضافية لكل مستشفى، وأيضا العمل لساعات إضافية وتقديم متطلبات
الخدمات الطبية بالمنازل من قبل المستشفيات، وأن يكون هناك المزيد من الأطباء عاملين وقائمين في المستشفيات لفترات أطول للقيام بهذا العمل. هم يعرفون جيدا ما عليهم من جهد في هذه الجزئية حتى يتسنى التغلب على هذه المشكلة. وأيضا هناك قيود كبيرة لتقديم الرعاية للأطباء وأن تضمن المستشفيات القدرات في حالات الطوارئ بأن تكون على أعلى مستوى. سوف نتخلص من أي معوقات لازمة لتقديم هذه الخدمات لشعبنا، وأننا نهتم باحتياجاتهم ولن ندخر أي جهدا في هذا المجال. وأيضا المعامل التجارية، قدمنا التعليمات للعمل للوصول إلى حلول بشكل كبير، وأيضا زيادة الاختبارات. وفي هذه المعامل دول أخرى اتصلت بنا للتعاون معنا وللعمل سويا للقيام بإجراءات مماثلة واتخاذ التدابير نفسها. ونحن نعلن اليوم شراكة جديدة مع القطاع الخاص لزيادة كبيرة وتسريع وتيرة قدراتنا للمزيد من الاختبارات على هذا الفيروس. ونحن على ثقة بأننا سوف نقوم بهذه الاختبارات بأمان وبشكل سريع، وأننا لا نريد من الأفراد أن يقوموا بهذه الاختبارات. ولدينا الشعور بأنه لا ينبغي القيام بذلك. عندما يتم القيام بهذه الاختبارات يكون ذلك وفقا لأعراض محددة تظهر ووفقا لموافقات الهيئات المعنية في الحكومة الأمريكية لهذه العمليات. هذه العمليات تستغرق أسابيع، لذلك نحن نتوقع 500,000 اختبار سيكون جاهز الأسبوع المقبل وربما في فترة أقل. وتقدم بالشكر لكل المسؤولين من القطاع الصحي في الولايات المتحدة على ما قاموا به خلال الفترة الماضية والاستجابة السريعة، وذلك سوف يقدم إضافة 1.4 مليون اختبار خلال الأسبوع المقبل. وسوف نعمل على زيادة هذه القدرة. أيضا الصيدليات والمعنيين بالتجزئة في قطاع الأدوية أيضا تم تقديم وتحديد الاحتياجات من قبل المعنيين لأن يتمكن الأفراد من أن يستخدموا هذه الخدمات بدون أن يغادروا السيارات. نشكر موقع جوجل أيضا على ما قدمه من دعم سريع تقني في هذه الجزئية. وأنا أعتقد بأنه من الأفضل على مستوى العالم لتيسير عملية الاختبار. وأيضا لدينا العديد من المواقع قريبة، وسوف نعمل على تغطية أنحاء البلاد فيما يتعلق بالاختبار. لن نتحدث عن المستوى العالم في الوقت الحالي، ونحن نعمل بتركيز شديد على بلدنا في كل المواقع المتاحة في بلدنا. فجوجل 1700 مهندس يعملون على هذا المشروع حاليا لتنفيذه على أرض الواقع ولوقف انتشار هذا الفيروس بين الأمريكيين وألا نتأثر بهذا الوباء. مرة أخرى لا نريد من أن يكون هذه الإجراءات ضرورية، وسوف نمر عبر هذه الفترة ونحن سنكون أقوى. تعلمنا كثيرا، كميات هائلة من الدروس المستفادة. أتقدم بالشكر للكثيرين.